بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين والصلاه والسلام على اشرف خلق الله اجمعين. ازيكم حبايبي عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بصحه وخير وسعاده ان شاء الله. احنا يا جماعه اليومين دول في موسم المشمش وفي موسم الخوخ يا حبايبي، فايه نستغل الفرصه ديت. الحاجه في الايراد بتاعها والموسم بتاعها بتبقى كتير ورخيص، نعمل شويه نجفف شويه مشمش لرمضان، بنشتري الكيلو ب 150 جنيه. لا احنا هنجففه مع بعض النهارده ان شاء الله يا حبايبي، الطريقه سهله خالص وبسيطه باذن الله، يطلع مظبوط وكويس اللهم امين يا رب. ونعمل شويه راني، عصير راني من اللي بنشتريه الاطفال من الخوخ، ونعمل شويه برده كومبونت الخوخ يا حبايبي ان شاء الله نعمله سوا بطريقه سهله وبسيطه وتعجبكم باذن الله. وتجفيف المشمش وتخزين المشمش في الفريزر، ان احنا نسويه على البوتاجاز ونخزنه برده بطبيعي عصير في اي وقت باذن الله يا حبايبي. نعمل دول سوا وان شاء الله يطلع فيديو كويس ويعجبكم باذن الله. هنلقط الخوخه الناشفه الحلوه الحمراء، بتلقطي مش ما تاخديش حاجه طريه، بتلقطي الخوخه النظيفه الناشفه اللي انت تحبي تاكليها ناشفه وحلوه كده اهي ما شاء الله عليها. انا برده غاسله كميه اهي عشان بتنقعها حلو في الميه، عشان الفروه اللي عليها ده الخوخ بالذات بيبقى عليه حاجه زي فروه كده، فبتلقطهم يا حبايبي كده ونغسلهم سوا كويس. وهنعمل ان شاء الله هعمل معاكم قرون 2 كيلو واكمل براحتي انا الكميه اللي انا عايزه اعملها. وكده يا حبايبي بنمسكها نشقها زي علامه الزائد من فوق، عشان لما تغليها القشره تطلع معاكي سهله والبذره تفصص تطلع معاكي على طول برده كده. فاحنا بنعملها اهو، انت منضفاها كويس من تحت اهو يا حبايبي كده، لو فيها اي حاجه من تحت غسلها منضفه وبتنسي، اعمليها علامه الزايد اهي اهي. كل واحده بقى هعملها كده اهي اهي، من جوه كده اي حاجه فيها بتاع انت غسلاها او اي حاجه لقيتها مكان العيد بتشيليها كده يا حبايبي اهي. ومن هنا اهي العين اهو، اي علقه خضراء زي دي كده بترفعيها وديها. هنعملهم يا حبايبي سوا وبعد كده ايه هقوم بقى على البوتاجاز نحط الميه بتغلي اهي، هوريكم بتعملوا ازاي. علامة زائد كده من فوق من هنا عشان القشرة تطلع بسهولة يعني كده يا حبايبي اهي. المشمش برضه هوريكم برضه انا ايه بنطلع النوى منه ازاي، عشان بنحطه في ميه مغليه وهنعملها مع بعض برده ان شاء الله، هوريكم برده بتعمل ازاي. كده حبايبي دول اللي هعمله معاك اهو، المشمش رفع المشمش خليه ما اجي اعمله برده هنا، هنا علامه اهي اهي العلامه ده اهي دي بتفتحي منها العلامه الصغيره دي اللي زي اللي في النص دي، بتفتحيها كده عشان تطلعي منها النوى اللي جوه اهي، وتفضل معاكي الحبايه سليمه سليمه زي ما هي كده، عشان لما تتعمل تلاقيها تيجي معاكي حبايه مش سليمه. فكده يا حبايبي برده هتمسكي الحبايه كده تطلعي منها النوايا اهي، ادي النوايا اهي. وفي ناس بتعمله سليم كده وبعدين تطلع النوايا منه، بس ما انت بتعمليها كده ما بترجعيش بقى ايه يتهري منك، انت بتغلي غلوه وتطلعي في الميه الساقعه على طول، ما بتغلي ما بتتعملش منك بقى يقوم ينهري منك، لا يبقى شكله مش حلو كده. النوايا برده سهله يعني تطلعها ما هياش متعبه ولا حاجه. اكمل بقى يا حبايبي وبعد كده ما اقوم على البوتاجاز بقى هوريكم ايه هنعمل هيتم ايه بقى المراحل بتاعته واحده واحده كده مع بعض يا حبايبي. كده يا حبايبي الميه غليت اهي وانا فتحها معاكم هننزل بيها.
كده يا حبايبي بننزله سوا بقى زي ما انتوا شايفين كده اهو. ناخد الدرجات معانا اي واحده المراحل واحده واحده كده معانا. ومجهزه هنا جهازة هنا مية ساقعة، مية حاطة فيها تلج، هطلع من هنا هحطه فيها في المية الساقعة دي على طول. القشرة بقى هتبص تلاقي فتحت، هي بدأت يعني بص تلاقي القشرة فتحت من هنا كده. هياخد له غلوتين تلاتة كده بس عشان يستوي معاكي، وبعد كده هنطلعه من هنا المية ساقعة عشان نوقف السوى كده. يا حبايبي الخوخ طبع معانا اهو، هنطلعه في مية ايه ساقعة زي ما انا قايلة لكم، جهاز ازازة مية ساقعة تلج في المية، وهطلعه فيها على طول اهو يا حبايبي. نصفيه من المية دي ننزله هنا عشان ايه الميه الساقعه دي بتوقف على طول التسويه. كده يا حبايبي، والميه دي هنسيبها تهدى، الميه اللي نازله منه دي واخد الفوائد اللي فيه بحالها واللون الجميل بتاعها ده، وفوائد الخوخ نزلت هنا طعمه وفوائده وكل حاجه نزلت في الميه دي. هطفي عليها واركنها تهدى على مداه يهدر اخر عشان هقشره، وبعد كده هاخد من الميه دي بقى واشوف انت هنعمل ايه بقى عشان نحفظه سوا. كده يا حبيبي هنقشر القشره من عليها اهي كده بقى، ما دامك انت فاتحاها وتطلع معاكي سهله وجميل اهي، ولا بيتهري منك ولا حاجه اهي. اهو يا حبيبي وبعد كده بقى بتطلعي منه النوى اللي في قلب القشر بيطلع جميل اهو. كده حبايبي اهو كده يا حبايبي، هكمل بقى ده عشان برضو ما اطولش عليكم الفيديو، وبعدين لما اجي اطلع النوى هوريها لكم تطلع برضو يعني ايه طلعتش معاكي بسرعه، بتطلعي عادي بمعلقه او بسكينه او اي حاجه. كده يا حبايبي هنطلع النوى من قلب الخوخايه اهو. انا عملت يعني بس ايه مخليه دول اهي، النوايا بتطلع يعني كويسه جدا بتطلع حساب. سكينة في ايدك او من غير سكينة عادي، انت كده بتبقي برضه ايه غسلة ايديك ومظبطة ايدك عشان الاكل. ما شاء الله عليه كده يا حبايبي بيطلع. هكمل معاكم برضه ايه حتى لمي بس دول. الميه يا حبايبي اللي انا سالقه فيها الخوخ هاخد منها كميه اهي، بعد ما هديت هاخد منها كميه كده، هي لونها ما شاء الله مدي بقى خلاص، هي خدت اللون النبيتي اللي في الخوخ نزل هنا والفوائد بحالها نزلت، فهناخد منها كميه نحط عليها السكر عشان ايه نضيفها عليها. مقدار السكر يا حبايبي حسب رغبتكم انتوا، حسب الكميه اللي انتوا عاملينها، انا هضيف حسب الكميه اللي معايا يعني ايه السكر اللي انا محتاجاه.
ماشي. مكان عصير الكوكا اهي، حطيت السكر قلبته وهغليها بقى، هغليها غلوه كده كده. السكر بحاله ده بقى يا حبايبي، السكر دي بتبقى حسب الرغبه، حسب كل مذاق واحد يعني في رغبته بقى، معسل مسكر دلع براحتك انت بقى، ديت حسب رغبتك يا حبايبي. هننزل يا حبايبي كده بعصره ليمون ماشي. بصي يا حبايبي زي ما انا قلت لكم كده، عندك برطمان تحطي فيه، عندك علبة زجاج تحطي فيها، أهم حاجة يعني حاجة تحفظيها يعني إيه بيها في الثلاجة يعني كده. الخوخ خلص، حطه ما بين الثلاجه بقى، يس يس كده، ودوقي وادعوا لي بقى، واشتراك في القناه يا حبايبي والدعم، وربنا يا رب كده يصلح ما بين ايديك وايديا، والى اللقاء يا حبايبي.